ما يسمى الموت الرحيم موضوع تحرمه الشرائع السماوية، يثير جدلا في بعض الدول التي بات السوريون مضطرين للتعرف على ثقافاتها وقوانينها بحكم اللجوء. بلجيكا أول الدول التي شرعت قوانين بهذا الخصوص، بينما تتشدد دول كبريطانيا ضده. الزميلة سوزان سالما ستعرفنا أكثر على المفارقات بين اعتباره سلبا للحياة أو إنهاء لمعاناة البعض، لنتابع. قانون الموت الرحيم يعد من القوانين الأكثر إثارة للجدل، سواء كان في البلدان القليلة التي أقرته أو في غالبية الدول المتحفظة بشأنه. ويجيز قانون الموت الرحيم للأطباء إنهاء حياة المرضى الميؤوس من شفائهم عبر إيقاف العلاج أو إعطائهم جرعة مخدرة تعجل في موتهم. قلة من الدول سمحت بتطبيق قانون الموت الرحيم كبلجيكا وهولندا وسويسرا وست ولايات أمريكية. ومؤخراً أقرت فرنسا وكندا القانون بعد جدل واسع، ليبقى تطبيقه محصوراً في حالات محددة، فيما اشتهرت سويسرا بما يعرف بظاهرة سياحة الانتحار بسبب تزايد أعداد الأشخاص الذين يقصدونها بهدف إنهاء حياتهم بمساعدة الأطباء. تعد بلجيكا من أوائل الدول التي شرعت قانون الموت الرحيم عام 2002، ثم قامت بتعديله قبل عامين لتصبح الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح بتطبيق القانون على الأطفال بدون تحديد أعمارهم، حيث اشترطت معاناة الطفل من آلام غير محتملة وضرورة موافقة الأبوين والأطباء. لكن معارضين احتجوا آنذاك وتساءلوا عن مراعاة القانون البلجيكي لمقدرة الطفل على اتخاذ القرار. مؤخراً تجدد الجدل بين من يرى في القانون سلباً لإرادة الحياة وبين من يرى في إنهاء معاناة الأطفال مبرراً إنسانياً لتطبيقه، وذلك بعد تسجيل بلجيكا للمرة الأولى عملية قتل رحيم لقاصر منذ إقرار تعديل القانون. هذا الأمر يطال لحسن الحظ عددا قليلا جدا من الأطفال، والأطباء يقومون بإدخال المريض في حالة إنعاش اصطناعي إلى أن تنتهي حياته. كونهم أطفال لا يعني أن علينا إسقاط حقهم في الموت بكرامة. استندت بلجيكا في تشريعها القانون على التأييد الشعبي رغم اعتراض العديد من المنظمات الإنسانية، لا سيما بعد تزايد نسبة الأشخاص الذين يقدمون على مثل هذا الأمر، فيما بقيت دول أخرى كبريطانيا متشددة بإزاء قانون يتعلق بمناح اجتماعية وأخلاقية، ويضع المشرعين أمام السؤال عن أحقية الإنسان في الحياة أيا كانت حالته. للحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الدكتور عبد الله مصارع المتخصص بأمراض القلب. دكتور عبد الله، مبدئيا آثار تشريع هكذا ظاهرة الموت الرحيم على المجتمع بشكل عام، هذا موضوع مثار جدل. الموضوع الموت الرحيم لوتانازي يسمى باللغة الفرنسية لوتانازي، يعني هو تسهيل الموت، تسهيل الموت للمريض المصاب بأمراض عضال، أمراض غير قابلة للشفاء، حيث يعاني المريض تعاني الأسرة من المرض الذي قد يطول ويتسبب بآلام شديدة، آلام عضوية جسدية وآلام نفسية للمريض وللمحيط الاجتماعي للمريض. يعني وكأنك تقول بأن قد يوضع هو في إطار أن له آثار إيجابية في كما الترجمة الحرفية قد تكون تسهيل الموت، ولكن بالمقابل البعض يرى بأن له آثارا، يعني تشريع المسألة لها آثار سلبية على المجتمع ككل بمعايير أخلاقية معينة. أيوة. مسائل اجتماعية. تماما يجب أن نميز بين حالتين، تسهيل الموت الفعال سيدير لوتنازي أكتيف، وتسهيل الموت السلبي بمعنى نترك المريض يموت بإيقاف الأدوية مثلا. تسهيل الموت الفعال هو حالة مدانة بأكثر الدول قانونيا ومدانة من الشرائع السماوية، ولا تتناسب مع مهنة الطب وروح الطب. الطب وجد ليداوي الإنسان وليشفي الإنسان من الأمراض وليس لإنهاء الحياة. إذن تسهيل الموت الفعال هو في أكثر دول العالم مدان. في بعض الدول مثل بلجيكا
هولندا لوكسمبورغ وسويسرا، خاصة هذه الدول تسمح بتسهيل الموت الفعال، ولكن باقي دول العالم، في أكثر دول العالم هو مدان. مثلا في فرنسا منذ حاليا سنتين عفوا هناك دكتور، طبيب، مؤخرا هو شرع ايضا في فرنسا، ولكن لحالات خاصة انضمت الى القافلة، قد اكون فرنسا وكندا ايضا. لا بفرنسا عفوا، لا أعتقد بفرنسا هو جزء كان من برنامج رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند الانتخابي، نعم ولكن الآن لم يصدر أي تغيير في القوانين، بمعنى تسهيل الموت الفعال الآن مدان في القانون وغير مسموح فيه. أيضا إذا طرقنا تسهيل الموت الباسيف، يعني بمعنى تسهيل الموت بإيقاف الأدوية، بإيقاف تسريب السوائل للمريض مثلا، وبإعطائه مسكنات بجرعات عالية نعم لحدوث الوفاة، هذا قد يسمح في بعض الحالات يعني. ولكن هناك جوانب سلبية كثيرة لتسهيل الموت. الجانب السلبي هو انه في يعني كل المعاقين في المجتمع سوف يشعرون بانهم متميزين عن الاخرين، وانه وجودهم غير مجدي ولا نفع منه. ايضا لا، ما هي الحدود التي يمكن أن نتوقف عندها في تسهيل الموت؟ نعم قد يسمح هكذا قوانين، قد تسمح بتجاوزات، وهي أيضا لا تتناسب مع دور المشافي ودور وذلك الأطباء. نعم دكتور، وذلك ما وددت دكتور عبد الله أن أسألك عنه. أنت تتحدث بأن قد تكون هناك رسالة سلبية اجتماعيا، بأن بعض من تنطبق عليهم الحالات التي يسمح لهم باختيار مسألة الموت الرحيم، سيكون هناك رسالة اجتماعية سلبية بأن هم غير مرغوب بهم أو شيء من هذا القبيل، إضافة إلى مسائل لها علاقة بالشرائع السماوية. طبعا هذا قد لا ينطبق في كل المجتمعات، نحن نتحدث الآن عن مجتمعات تستقبل كثيرا من السوريين مؤخرا، ولذلك هو قد يكون محط اهتمام. أودت أن أسألك تحديدا عن مسألة لها علاقة، وأنت أشرت لحالات معينة غريبة قد تكون، من هم في سن متقدم قد يكون خيارا حتى وإن لم تكن هناك معاناة مرضية في بعض البلدان. تماما. ايضا احد الجوانب السلبيه، لوحظ ان هناك زياده في حالات الانتحار عندما تسهل البلدان تسهيل الموت. المرضى المسنين، المرضى المعاقين، يشعر بانه غير مفيد ولا مكان له في المجتمع، ولاحظوا هناك زياده في حالات الانتحار. ولكن يجب الاشاره ان حالات تسهيل الموت هي مخصصه لحالات فعلا استثنائيه وليست لحالات عامة، ويجب أن يكون اجتماع لعدة أطباء مع موافقة المريض وموافقة أهل المريض. ما هي مخصص معايير هذه الاستثنائية دكتور؟ يعني الأمراض بشكل عام، هناك الكثير من الأمراض المستعصية، وقد يكون هناك الكثير من الآلام، ولكن ما هي المعايير التي ستفرق هنا؟ هو يعني هو الجانب الذي يجب أن نعمل عليه هو ما يدعى الشارنومون ثيرابوتيك، بمعنى المعالجة المريض للحدود القصوى. في حالات معينة ممكن بالمعالجة الملطفة للأمراض المستعصية يسهل حدوث الموت، ولكن لا نتدخل في إنهاء الحياة. اليوم يوجد في المعالجة الملطفة بالأمراض المستعصية مثل أمراض السرطان الحالات المتقدمة عن طريق المسكنات، المعالجات الجانبية، ممكن نخفف ولكن بدون الشارنومان ثيرابوتي، بدون ما نستعمل كل وسائل العلاجية القصوى نعم دكتور. لديمومة المريض. يعني دكتور في بمعنى المريض إذا صار معه تباطؤ قلب شديد أو اضطرابات نظام، قد لا يكون هناك استطباب لوضع مثلا استيمولاتور كاردياك أو ديفيبريلاتور نازل الرجفان، نعم أو إجراء عمل جراحي لمريض في سن متقدم جدا. في بعض هناك الحالات حالة ممكن من المخاطرة عالية. دكتور عبد الله، الوقت يعني في سؤال أخير قد يكون لافت في هذه القضية ككل. مسألة اتخاذ هكذا قرار في بعض الحالات تنطبق باتت على الأطفال في بعض الدول، وقد يكون هناك من، وأنت طبيب، هناك من مستوى المعاناة بالنسبة له قد تؤثر حتى على حكمه. إلى أي حد فعلا
يراعى هذا المعيار؟ إدراك مستوى الوعي أو الانقياد نحو هكذا خيار تحت تأثير الألم. تمام، أنا شخصيا لا أوافق على تسهيل الموت في هذه الحالات، لأن المريض ليس بوضع نفسي وبوضع يسمح له باتخاذ قرار، وليس له دراية أيضا بوضعه الصحي بكل تفاصيله. أنا في تصوري تسهيل الموت في هكذا حالات هناك تجاوز على الحياة الإنسانية، على الحياة وعلى مهنة الطب ودور المشافي، وكثير من الأطباء هم ضد هكذا قرارات. نعم، أشكرك جزيل في الشكر. التدخل بوضع حد لحياة المريض. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الله مصارع المتخصص في أمراض القلب، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. عبرت منظمة حقوقية عن خيبة أملها بسبب غياب الإغاثة العاجلة لأكثر من 65 مليون لاجئ في العالم. وأوضح تقرير نشرته صحيفة وول ستريت الأمريكية أن الميثاق العالمي لاقتسام عبء توطين اللاجئين وتعليمهم، والذي تمت مناقشته ضمن اجتماع قمة الأمم المتحدة في نيويورك، لن يرى النور قبل عام 2018، وذلك بسبب الانتخابات المقبلة في كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، وعدم الوضوح حول الدول الراغبة في استضافة اللاجئين. تظاهر عشرات الآلاف من المواطنين في مدينة لندن لمطالبة الحكومة البريطانية باستقبال اللاجئين السوريين، ونظمت المظاهرة منظمة التضامن مع اللاجئين غير الحكومية بدعم من منظمة العفو الدولية. هذا وترفض المملكة المتحدة المشاركة في نظام الحصص الأوروبي لتوزيع اللاجئين، وتعهدت العام الماضي باستقبال نحو 20,000 سوري من مخيمات اللاجئين على مدى الخمسة أعوام المقبلة. طالب رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الاتحاد الأوروبي بطرد جميع طالبي اللجوء إلى مخيمات خارج أراضي الاتحاد بدلاً من السعي إلى توزيعهم بين الدول الأعضاء، واقترح أن يتم احتجازهم في معسكرات يتم إنشاؤها في إحدى الجزر أو على سواحل شمال إفريقيا. ويعرف أوربان بمعارضته الشديدة لاستقبال المهاجرين، حيث سينظم في الثاني من شهر تشرين الأول من العام المقبل استفتاء سيطلب من المواطنين فيه رفض نظام الاتحاد الأوروبي الخاص بتوزيع حصص اللاجئين. أعلن وزير الهجرة الكندي جون ماكالوم عن استقبال بلاده لأكثر من 30,000 لاجئ سوري خلال الأشهر العشرة الماضية، وأضاف أنه تم تأمين مساكن دائمة لجميع اللاجئين. ويشار إلى أن عدة منظمات وكنائس إضافة لمواطنين كنديين تكفلوا ببعض اللاجئين وفقاً لقانون الكفالة في نظام اللجوء الكندي، وتعتزم كندا استقبال أعداد جديدة من اللاجئين، مشيرة إلى أنهم سيكونون من ذوي الكفاءات. قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بقراءة رسالة طفل أمريكي خلال اجتماع القمة العالمية بشأن اللاجئين في نيويورك. وتضمنت الرسالة التي أرسلها الطفل أليكس للرئيس أوباما مطالبة بإحضار الطفل السوري عمران الذي انتشرت صورته بعد انتشاله من تحت الأنقاض، حيث قال أليس إن أسرته ستوفر لعمران منزلاً وعائلة. وتعقيباً على الرسالة، دعا أوباما قادة العالم إلى التعلم من أليس كيفية التعامل مع الأشخاص وفق مبدأ التراحم بدون التخوف منهم على خلفية بلدهم أو دينهم. أصدرت المفوضية الأوروبية قراراً يسمح باستخدام الإنترنت عبر الهواتف الجوالة ضمن دول الاتحاد الأوروبي بدون أي تكلفة إضافية اعتباراً من منتصف العام المقبل. وكانت الهيئة الأوروبية قد أخطرت شركات الهواتف بضرورة إلغاء تكاليف خدمة مكالمات التجوال بين الدول الأوروبية، بالإضافة إلى إقرار مبدأ حيادية شبكة الإنترنت وعدم التمييز في استخدامها داخل الاتحاد الأوروبي. ويهدف التشريع الجديد
إلى فتح سوق موحدة للاتصالات ضمن دول أوروبا. شارك مشاهير عالميون من بينهم سفيرة النوايا الحسنة الممثلة كيت بلانشيت في فيلم نشرته منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دعماً لحملة تدعو من خلالها إلى التوقيع على عريضة لدعم اللاجئين. ويستند الفيلم إلى قصيدة مستوحاة من شهادات اللاجئين، حيث يردد المشاهير القصيدة التي تجيب على سؤال: لو اضطررت للهرب من بيتك ماذا ستأخذ معك؟ وذلك للإشارة من خلال الإجابات على تشابه معاناة اللاجئين أيا كانت جنسياتهم.